وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على تقنين أوضاع 111 كنيسة ومبنى تابعا. وأشار مجلس الوزراء في بيان له إلى أنه عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن وصل إلى 894 كنيسة ومبنى تابعا. ووجه مدبولي بالاستمرار في تسريع وتيرة العمل الذي تقوم به اللجنة وأمانتها الفنية حتى تسنى الانتهاء من ملف تقنين الكنائس في أسرع وقت ممكن. وخلال الاجتماع أشار وزير الإسكان عاصم الجزار إلى تعديل الكود الخاص باشتراطات الحماية المدنية بما يمنح مزيدا من التسهيلات للكنائس من أجل تمكينها من استيفاء الاشتراطات المطلوبة لتقنين أوضاعها. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. سيادة المستشار أهلا بك على إكسترا نيوز. أهلا بحضرتك أستاذ حسام. أهلا بك. أهلا بك يا فندم. جهود عظيمة من اللجنة حتى الآن، وصل عدد الكنائس والمباني إلى 894 مبنى وكنيسة. الخطوة القادمة في تقنين أوضاع الكنائس وما يتبعها من مباني، يعني وصلنا لهذا الرقم في خلال تقريبا سنة ونصف ده أو أقل من سنة ونصف، ده رقم يعني كبير، خاصة أن موضوع تقنين الكنائس يعني يحتاج إلى إرسال لجان هندسية لمعاينة المباني المطلوب تقنينها وكتابة تقارير ثم معاولة الذهاب مرة أخرى، يعني عملية شاقة. لكن اليوم الحمد لله وصلنا إلى عدد 894 كنيسة ومبنى تابع تم تقنين أوضاعه. الملاحظ أيضا أنه منذ مجيء الدكتور مصطفى مدبولي تسارعت وتيرة عقد اجتماعات هذه اللجنة، اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس. آخر اجتماع عقدته اللجنة قبل اجتماع اليوم كان يوم 5/3، يعني احنا يعني من تقريبا من شهر، وخلال الاجتماع اليوم 5/3 تمت الموافقة على 151 كنيسة، اليوم 111 كنيسة، فيعني العملية مستمرة. وكانت هناك توجيهات يعني واضحة من رئيس الوزراء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي بتسريع أو الاستمرار في تسريع وتيرة إجراءات التقنين حتى ننتهي من هذا الملف في أسرع وقت ممكن، وإن شاء الله نأمل يعني خلال الشهور القليلة القادمة يكون هذا الموضوع قد تم إنهاء. سيادة المستشار، تم تعديل الكود الخاص باشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني التابعة لها، وكانت هناك نقطة مفصلية، كان هناك الحديث كثيرا عن هذا الكود، ما الذي تم تعديله في هذا الكود وما الجديد فيه؟ يعني هي يعني أمور فنية لا يعني لن أخوض فيها، لكن المفهوم هنا هو أنه سيتم اتخاذ قرار بتعديل الكود. تم عقد اجتماعات بين وزارة الإسكان وهيئة الحماية المدنية. هيئة الحماية المدنية تشترط عدة يعني اشتراطات من أجل أن تمنح المبنى، أي مبنى، لأن لا نتحدث هنا عن كنائس أو دور عبادة فقط، يعني أي مبنى هناك اشتراطات يجب أن يلتزم بها المبنى تتعلق بالمداخل والمخارج وتقصيات الحريق وغير ذلك من الاشتراطات البنائية. طبعا بعض الكنائس كانت بتواجه صعوبات في الوفاء أو القارب بهذه الاشتراطات، استيفاء هذه الاشتراطات كان يواجهه بعض الصعوبات، من أجل ذلك يعني وزارة الإسكان عقدت اجتماعات من أجل تعديل هذا الكود ليمنح بعض المرونة فيما يخص بعض المباني الخاصة بالكنائس، وهذا أيضا سيسهم في مساعدة هذه الكنائس على أن تستجيب لاشتراطات الحماية المدنية التي ستكون يعني ستظل هي اشتراطات تحمي المباني من أي مشكلات لكنها ستكون أكثر مرونة عن ذي قبل. سيادة المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أشكرك شكرا جزيلا.